هل ممكن دراسة الطيران للطالب الأدبي؟ أول شيء مثل ما قلت مليون مرة، ما دخل دراسة الطيران بدراسة المدرسة. بس لحظة، بدك أنت يكون معك إنجليش، بدك يكون معك أنت رياضيات، بدك أنت يكون معك فيزياء. طيار ربيع اللبساط، مستشار طيران. بس لحظة 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 أخي حبيب قلبي، لحظة بس، ما الزلمة دارس أدب اللغة العربية. اوكي شو بيأثر؟ في يعمل كورسات، بيعمل كورسات، فيك تحط له كورسات انجلش ماث فيزيكس، فيك تحط له استاذ على 6 اشهر، على 5 اشهر، على 4 اشهر، على كيف بيعرف مستوى؟ كيف بيعرف قد المستوى؟ بيعمل اول شيء اسسمنت تيست، بيعمل امتحان تحديد مستوى، بتشوف انت شو مستوى للطالب، بتحط له كورس على حسب الليفل تبعه. يعني إلها حل؟ دائما إلها حل. إلها حل. يعني ربيع المدرسة مهمة؟ اكيد مهمة. انت اللي بدك اياه المدرسة، مش هن الامور اللي عم يدرسوك اياها. انت بدك تتعلم انت الانضباط، بدك تتعلم انت كيف تحترم الاستاذ تبعك والاكبر منك اللي عم يعطيك نصايح، بدك تتعلم انت كيف تحترم الوقت، كيف انت تعرف تدرس مواد انت ما بتحبها، تعلم انت كيف تيجي على الوقت تنام بكير كمان تحضر لحالك لتاني نهار، تعلم كيف تدرس من بكير، تعمل انت بلان لحالك، هذا اللي احنا بدنا اياه. لكن بفهم منك كثير مهم المدرسة، اللي بدنا اياه منكم يا شباب وصبايا انه تدرسوا المدرسة، لو توصلوا لاخر سنة بالمدرسة بتبلشوا تقدموا على كلية الطيران، هيك بتضمنوا انه الفيزا تبعيتكم بتكون خاصة لما تخلص المدرسة وبتكون لقيتوا محل لكم 100%، عشان ما تروح علينا سنة على الفاضي. مش ضروري هالحركة.